من الخرطوم ينضم إلينا عمرو هاشم المحلل السياسي، ومن القاهرة عطية عسوي خبير الشؤون الإفريقية. أبدأ معك سيد عمرو. حينما يعلن أبي أحمد الهجوم على عاصمة إقليم تيغراي ويرفض أي وساطة من الاتحاد الإفريقي لأي حلول سياسية، ويتحرك هذا التحرك العسكري، يعني هذا التعنت وهذا التصعيد، كيف يؤثر على الصراع في إثيوبيا والداخل الإثيوبي أيضا؟ بداية التحية تجلى شهداء الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة، وخالص التعازي لشعبنا المكلوم في وفاة آخر رئيس وزراء منتخب وشرعي السيد الصادق المهدي. المشهد الاثيوبي بالفعل بعد التوجيهات الاخيره والتعليمات الاخيره لرئيس الوزراء الاثيوبي بالتوجه نحو عاصمه اقليم تيغراي سيزداد تعقيدا واظلاما، وربما ينتقل الى عصره من عصور الظلام مثل ما حدث في السودان ابان فترات الحروب. لكن على المستوى السياسي بعد التعليمات بالتوجه نحو العاصمه، اذا كل مدن سائر الاقليم وكل امتدادات الاقليم اصبحت في يد الجيش الاثيوبي، الجيش الحكومي. اذا هي سياعات ويتم سقوط العاصمه بالتأكيد في مواجهة الجيش الأثيوبي. هذا يعني بشكل آخر على المستوى السياسي أن أي حملات أو أي اعتراضات ستواجه أبي أحمد في مسيرته السياسية لتخليد اسمه سياسيا والتجديد له عبر الانتخابات المقبلة ستواجه بمخاوف عديدة من ردة فعل حكومي يصمت عليه العالم والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. بالتأكيد طيب. هذا الصراع سيخلق نوع من الخنوع في مواجهة أبي أحمد وإرادته الطاغية في فرض شخصيته. نعم سيد عطية من القاهرة، إذا يعني حكومة أبي أحمد هي حكومة غير متماسكة، شهدت أزمات كثيرة داخلية وخارجية، إلى أي مدى عدم التماسك هذا يفتح الباب على مصراعيه إلى أن أيام أبي أحمد في هذا المنصب أصبحت أيام معدودة؟ يعني إذا شنت القوات الفيدرالية هجوما واسعا على العاصمة تيغراي ميكيلي، هذا الهجوم إذا وجه بمقاومة كبيرة من مسلحي جبهة تحرير شعب تيغراي، وإذا استخدمت القوات الفيدرالية الأسلحة مثل الدبابات والصواريخ بشكل عشوائي دون تحديد مناطق معينة، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط المزيد من الضحايا وإلى دمار واسع. هذا سيخلق رد فعل معاكسا أو سلبيا على فرص أبي أحمد لإعادة انتخابه أو انتخاب حزبه في مايو المقبل كما هو مقرر. هذا لأن أي عرقية من العرقيات الثمانين التي تتكون منها إثيوبيا سوف تظن أو تعتقد أن ما حدث لعرقية تيغراي يمكن أن يحدث لأي منها، وبالتالي هم سيكونون ساخطين على أبي أحمد، خاصة أنه رفض الوساطة الإفريقية التي يمكن أو كان يمكن أن تقنع قادة جبهة تحرير تيغراي بالاستسلام بشكل مشرف وليس الاستسلام الذي ينم عن الهزيمة، وهو ما كان أبي أحمد يطالب به، الاستسلام في مهلته التي أنظر بها قادة الجبهة. لكن إصراره على موقفه وتعنته ورفض الوساطة ورفض حتى المناشدات الدولية لوقف الهجوم لإنقاذ الملايين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، هذا طبعا خلق شعورا عدائيا أكبر ضده، رغم أن هدفه الأساسي هو المحافظة على تماسك الدولة وتماسك حكومته وعدم السماح بتفكك إثيوبيا التي تتكون أيضا من 9 أقاليم. طيب سيد عمرو، تحركات أبي أحمد والتي تنذر بالتأكيد إلى يعني حدوث حرب أهلية وإرهاصات الحرب شمالا وجنوبا ورفض الوساطة الإفريقية وأي وساطة وعدم يعني الاستماع لتحذيرات الأمم المتحدة، كل هذا ألا يفتح الباب إلى وجود داعم لهذه التحركات، تحركات أبي أحمد الآن؟
وبي احمد يلعب بكرت مهم وضروري وحيوي، خصوصا بعد توقيع اتفاق السلام السوداني الذي ينبئ باستقرار المنطقه القرن الافريقي او شرق افريقيا بشكل عام. اشتعال هذا الموقف او هذه الحرب في اثيوبيا ينذر بعدد التوتر لهذه المنطقه الحيويه التي تراها كثير من الدول على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي حيويه ومهمه لامن البحر الاحمر. بالتاكيد ابي احمد يلعب ازاء هذا الكرت بذكاء من خلال اتخاذ قراره باتخاذ العمليه العسكريه الحاسمه لتهدئه المنطقه بشكل عام وحسم عمليات التمرد التي قام بها شعب اقليم تيغراي. لذا تجدين ان حتى المناشدات او المطالبات الدوليه وحتى الضغوط ليست بذات ثقل يمكن ازاؤها، ان يتخوف ابي احمد من القيام باتخاذ خطوه المضي فيه قدما. عليه سيتهدأ المنطقه سريعا اذا نجح عمليته العسكريه الاخيره بدخول عاصمه اقليم تيغراي. هذا من شانه اعاده صياغه المنطقه بشكل أكثر استقرارا وأكثر هدوءا، ولكن ربما تكون الجبهة الداخلية في أثيوبيا ممتلئة بالتقيحات والجراحات بل وربما الظلمات تجاه موقف أبي أحمد المتعنت والمتشدد. إذن الدعم هو الذي يتوفر لأبي أحمد هو صمت المجتمع الدولي الإقليمي إذا عملياته العسكرية. إذا كان الهدف هو نبيلا في الحفاظ على الدولة الأثيوبية فيجب أن تكون الوسائل بذات نبل الأهداف، وهو ما لم يتأتى من خلال موقفه الأخير. طيب السيد عطية، يعني سيد عمرو يرى أن الداعم لأبي أحمد هو صمت المجتمع الدولي، هل تتفق معه؟ حول ماذا؟ يعني كنت أسأل عن الداعم لأبي أحمد في هذه التحركات العسكرية التي من شأنها أن تحول إثيوبيا أن يتحول الوضع في إثيوبيا إلى حرب أهلية بهذه التحركات العسكرية الأخيرة لأبي أحمد. من يدعم أبي أحمد في هذه التحركات التي من شأنها أن تدمر إثيوبيا؟ يعني بوجه عام هناك اتفاق ما بين كل الدول تقريبا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي أثيوبيا وليس التفكك، حتى أعداء أثيوبيا لا يريدون أن تتفكك أثيوبيا، لأن معنى ذلك أنه بدلا من التعامل مع دولة واحدة أو حكومة واحدة سيتم التعامل أو سيضطر التعامل مع حكومات عديدة، وبالتالي يعني لن يكون ذلك في مصلحة أي دولة. لكن هناك خلاف كبير، والغالبية العظمى من الدول سواء الجيران أو الدول الإفريقية أو الدول الكبرى ضد الحملة العسكرية التي ستؤدي إلى المزيد من الدمار وإلى المزيد من إراقة الدماء، وهذا جعل الدول الغربية على سبيل المثال تتمسك بضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن، ولكن تم تأجيل إصدار القرار حتى لكي يتم إعطاء الفرصة للوسطاء الأفارقة للتوصل إلى حل لمنع يعني هذه الحرب. هذه الحرب طبعا يمكن أن تشتعل لأن هناك أعداء كثيرين لأبي أحمد، سواء في أوروميا التي ينتمي إليها هو نفسه أو في أوغادين التي تعتبر أنها جزءا من الصومال وليست جزءا من إثيوبيا، وهناك أيضا حتى إقليم أمهرة لديه خلافات مع الحكومة، والأقاليم الأخرى مثل الجموز في الغرب والأقاليم الجنوبية، كل هذه يمكن أن يعني إذا أدت الحملة العسكرية إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة يمكن أن يعني يصعدوا عداءهم لأبي أحمد، وبالتالي يمكن أن يشنوا هجمات ضد القوات الحكومية أو ضد الأهداف الحكومية في هذه الأقاليم انتقاما منه وانتقاما من إصراره على إنهاء الأزمة عسكريا. طيب سيد عمرو، بكل هذه المعطيات إلى أي مدى هذه الحرب الدائرة في الداخل الإثيوبي وهذه التحركات العسكرية ربما ستلقي بظلالها على ملف سد النهضة، يعني وكيف ستؤثر على الأطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؟
يعني هو ألقى بظلاله من خلال دعينا نقول التكتيك الذي استخدمه المفاوض الأثيوبي طيلة الفترة الماضية بعدم الوصول إلى نتائج نهائية، الأمر الذي دفع الطرف السوداني لاتخاذ موقفه الأخير في 21 نوفمبر بتعليق التفاوض إلى وإتاحة الفرصة بتغيير منهجية التفاوض، وهذا الطلب الذي ينظر فيه الاتحاد الأفريقي أو الممثل المعني بالملف في الاتحاد الأفريقي من جنوب أفريقيا. عليه أيضا تم تجميد الملف عمليا، في حين أن الأصل في الأشياء إذا أصر أبي أحمد في المضي في حملته العسكرية عليها إتاحة الفرصة للدولة الأثيوبية بممارسة أدوار وواجباتها تجاه جاراتها سواء كانت القاهرة أو الخرطوم، وهو أمر لم يحدث. حاليا السودان والقاهرة ربما الخرطوم والقاهرة ربما ينظرون إلى أن الشأن الأثيوبي وتداعياته وخطورته أيضا على أمنهم القومي ليس فقط بسبب ملف تضامن النهضة ولكن بانفجار الأوضاع في أثيوبيا ربما له الأولوية في التهدئة، لذا لا يصرون أو لا يضغطون في اتجاه الضغط على أثيوبيا للجلوس للتفاوض وفق الاشتراطات الجديدة التي طرحها السودان. طيب سيد عطية، كيف تنظر القاهرة إذن للانفجار الحاصل في الداخل الإثيوبي، يعني بما يضر على أمنها القومي أيضا، وكيف تنظر لتعثر المفاوضات بسبب التعنت الإثيوبي؟ يعني مصر طبعا حريصة على وحدة إثيوبيا كما تحرص على يعني كل دولة تريد الاستقرار، وبالتالي لا تريد أن تشتعل الأوضاع أكثر في إثيوبيا بسبب الحرب في تيجراي، لكنها أيضا مثل أي دولة تناشد الحكومة الإثيوبية بالحفاظ على أرواح المدنيين وتجنب الحاق دمار كبير بالمنشآت في تيجراي أو في غيره من الأقاليم، وتريد إعطاء فرصة للوسطاء الأفارقة لعل وعسى أن يصلوا إلى حل يحافظ على كرامة أبناء تيجراي وأيضا يحقق للحكومة الإثيوبية هدفها بإنهاء هذا التمرد من جانب جبهة تحرير شعب تيجراي. وفيما يتعلق بسد النهضة، طبعا مصر مستاءة لأن هذا الأمر أو هذه الحرب بالتأكيد ستدفع رئيس الوزراء أبي أحمد إلى التشدد أكثر وعدم إبداء أي مرونة تساعد على إحداث تحول في المفاوضات، تحول إيجابي، لأنه ليس حاليا في وضع يسمح له بإبداء هذه المرونة حتى لا يتهم في الداخل بأنه يعني تساهل وأضاع جزءا من الحقوق إثيوبيا بعد الشحن الذي شحنته الحكومة للجماهير في الشهور الماضية، ولا يريد أن يخسر الانتخابات المقبلة ويريد الحفاظ على الحد الأدنى من شعبيته التي حققها. طبعا كل هذه الاحتمالات قائمة، أن يفقد الكثير من شعبيته بسبب هذه الحرب وما قد يترتب عليها من تداعيات ضخمة في خسائر بشرية وخسائر مادية، بالإضافة إلى يعني العرقيات الأخرى التي أيضا ستسقط عليه نتيجة ما حدث لعرقية لعرقية تيجراي. وهنا ستكون الشهور المقبلة القليلة حاسمة في شعبية أبي أحمد، وخاصة لو كانت الخسائر المادية والبشرية فادحة في الإقليم. طيب سيد عمري، يعني كيف سيكون السيناريو المقبل في حال استمر أبي أحمد برفض أي وساطة للحلول السياسية؟ يعني كيف سيكون المشهد إذا استمر برفض وساطة الاتحاد الأفريقي؟ دعينا نكون أكثر مباشرة، أبي أحمد لن يوافق بأي وساطة. أبي أحمد حينما قدم كرئيس وزراء في طرح التسويات السياسية والموازنات داخل الائتلاف الحاكم في أثيوبيا آنذاك، كان أول أدواره هو تمثيله وارتداده جلباب رجل السلام الذي استطاع العبور إلى الضفة الأخرى إلى إريتريا بصراحة التاريخي مع أثيوبيا، ومن ثم التوسط في الشأن السوداني ودخوله ودعمه للثورة السودانية إعلاميا كحد أدنى وترحيبه بها واتخاذه كأحد الوسطاء ما بين الطرف العسكري وبين قوى إعلان الحرية والتغيير في الخرطوم. هذا الأمر خلق له كريدت، لا
يريد أن يمنحه لدولة أخرى أو لشخصية أخرى لقيام بذات الدور في أثيوبيا. هذا الأمر ينظر إليه في إطار الطموح الشخصي والذاتي، وهو الأمر الذي يتسق مع خطواته التي اتخذها بحل الائتلاف الحاكم وإعادة صياغته كحزب الرخاء والامتياز، والمضي قدما في العبور لأن يكون رجل أثيوبيا في المرحلة القادمة عبر الانتخابات. بالتالي هذا يتعارض تماما مع موافقته واتخاذه قرار أو بالسماح لأي وساطة سواء كانت أفريقية أو إقليمية أو دولية أو حتى من حليفه المقرب رجل الخرطوم ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. عليه استمراره في التعنت، يعني أنه على المستوى الأرضي وعلى المستوى الميداني يحقق انتصارات، كما قلنا الثقة التي تحدث بها في إعلان بدء العمليات العسكرية تجاه عاصمة إقليم تيغراي تعني قدرته نعم على تحقيق انتصار سريع. إذا استمر برفض الوساطة، من الذي سيدفع تكلفة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية أيضا؟ السودان بالتأكيد، السودان الآن يحمل عبء الحرب في إقليم تيغراي، خصوصا الحرب ذات طبيعة شرسة في ظل توفر سلاح لدى جبهة تيغراي، سلاح ثقيل استولت عليه من القيادة العسكرية هناك، باعتبار السلاح اللي كان موجود للجيش الفيدرالي هو سلاح موجود هناك بحكم أن السودان وأريتريا دولتين معادتين طيلة الفترات الماضية ما قبل وصول أبي أحمد. عموما تكاليف سيدفعها السودان تهديد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي من خلال عمليات النزوح واللجوء الكبيرة، وصل العدد لقرابة 42 ألف لاجئ أثيوبي، فضلا عن صمت المنظمات في تقديم العون الإنساني بشكل موجه وشكل مجدول وشكل ملزم، بل مبادرات خاصة ومبادرات إذا تحررنا الدقة فردية ليس أكثر، في ظل دولة أساسا تعاني. السودان أيضا يعاني اقتصاديا ويعاني اجتماعيا ويعاني سياسيا. طيب سيد عطية، في عجالة برأيك إلى أي مدى سيستمر الصمت الدولي تجاه ما يحدث في إثيوبيا وما يفعله أبي أحمد؟ يعني أعتقد أن الأمم المتحدة والدول الغربية بالتحديد لن تسمح ب أو لن تصمت طويلا حول هذا الموضوع، وبدأت التحرك بالفعل، وكان اجتماع وأصرت على عقد اجتماع مجلس الأمن الذي انتهى إلى إعطاء الفرصة للوساطة الأفريقية للتوصل إلى حل. لكن إذا لم يتم نجاح الوساطة الأفريقية، أعتقد أنهم سيتحركون داخل مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف القتال والحفاظ على أرواح البشر هناك، ومنع تدفق لمنع تدفق المشردين في الداخل واللاجئين إلى السودان المجاور. لكن هذا سيتوقف، هذا القرار سيتوقف على مدى تعاون الصين التي لها مصالح كبيرة في الخرطوم، وعفوا في أديس أبابا، وأيضا روسيا الاتحادية. إذا تعاونت مع الدول الغربية في ذلك، أعتقد أن القرار سيصدر وسيكون ضغطا كبيرا على أبي أحمد. وإن كنت أرى أن هناك احتمالا أيضا ألا يصغي إليه أو ينفذه، باعتبار أن هذه قضية سيادة داخلية وقضية داخلية وسيادة الدولة. في كل الأحوال من ضمن التداعيات أزمة إنسانية متفاقمة أكثر، حرب عصابات، إذا سقطت ميكيلي سوف تقوم بها جبهة شعب تحرير تيغراي ضد الأقاليم المجاورة خاصة أمهرة وضد إريتريا، وأيضا الدمار الذي ستلحقه الحرب بالمنشآت التي ستكلف إثيوبيا كثيرا لكي تعيد بنائها، وهذا على حساب الميزانية المخصصة للخدمات مثل التعليم والصحة وغيرها. نعم سيد عطية عساوي الخبير في الشؤون الأفريقية كنت معنا من القاهرة، وسيد عمرو هاشم المحلل السياسي كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لكم.